السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وللحق. قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو سأعرفكم عن تنقيط لاعبين لمانشستر سيتي وخاصة النجم الدولي الجزائري رياض محرز. لذا رياض محرز سنجعله في أخير هذا الفيديو ونتكلم عن اللاعبين الذين يعني قدموا هذه المباراة وتنقيطاتهم. لذا أعزائي المشاهدين أطلب منكم فضلا وليس أمرا كرد للجميل ادعمونا بزر لايك والمشاهدين الجدد يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر التنبيهات عفوا لكي يصلهم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا في حراسة المرمى هنالك اللاعب إيدرسون الذي أخذ تنقيط 6.2 من 10، لاعب يعني الدفاع كول من واكر 6.7 من 10، فرناندينيو 6.7 من 10، أوتاماندي هو نفسه أيضا 6.7 من 10، أما بنجامين ماندي 7.7 من 10. ننتهي من خط الدفاع وننتقل الى خط الوسط. هنالك اللاعب المتألق كيفن دي بروين الذي يعني أخذ بطاقة صفراء وقدم أسيست ويعني ضرب الكرة نحو العارضة وأخذ تنقيط وهو ثاني أفضل لاعب في هذه المباراة بعد رياض محرز وأخذ تنقيط 9.0 من ضمن 10. إكلاي غاندوغان قدم هدف وذلك أعزائي المشاهدين الهدف الذي أتى به النجم الدولي الجزائري رياض محرز كضربة جزاء وبطاقة صفراء أخذ 7.2 من ضمن 10. برناردو سيلفا المنافس الأول للنجم الدولي الجزائري رياض محرز أخذ 6.7 من ضمن 10 ولم يقدم شيء كبير في هذه المباراة عكس النجم الدولي رياض محرز. أما في خط الهجوم هناك ستيرلينج اللاعب المتألق أخذ 7.1 من 10، جابرييل جيسوس الذي قدم هدف جميل للغاية 7.6 من 10، رياض محرز آخر اللاعبين وهو أفضل اللاعبين الذي كان رجل المباراة أخذ يعني 9.1 من 10، يعني سجل هدف كبير 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 للغاية ليعدل نتيجة وهدف الذي سجله جيمي فاردي في الدقائق الأولى من عمر المباراة وينقض كتيبة السيتي ويعطيها جرعات معنوية وجرعات تحفيزية من أجل مواصلة يعني المباراة وتهدئة أوضاع الجماهير. طبعا أعزائي المشاهدين رياض محرز لاعب في هذه المباراة على أكمل وجه. هذا هو رياض محرز الذي عرفناه وهذا هو رياض محرز الذي كنا نعرفه في ليستر سيتي. قدم مباراة كبيرة بهدل دفاع ليستر سيتي في هذه المباراة بكل روح رياضية وبجميع يعني فنياته في الميدان ويعني لرسمه لوحات فنية في مناطق ضيقة جدا من في المباراة. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نجح بكم، لا تنسوا نشره مع اصدقائكم ودعمنا بزر اللايك، اشتراك القناة، تفعيل زر التنبيهات ولنلتقي انا واياكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.